السلام عليكم، مرحبا بكم طلاب الصف التاسع من أكاديمية ومدارس الفاروق. حصتنا الآن الرياضيات، ودرسنا سوف نكمل اليوم درس المتباينات الخطية بمتغير واحد الذي بدأنا به في الحصة السابقة. طيب يا تاسع، خلينا نسترجع اللي أخذناه الحصة المرقت بمثال سريع. حل المتباينات الآتية ومثل مجموعة الحل على خط الأعداد. 1 5 ناقص 2 س أكبر من 15. الحل هاي 5 ناقص 2 س أكبر من 15. هسا عندنا 5، بنقص 5 من الطرفين عشان نتخلص من 5. هاي 5 مع 5 راح، بضل عندي ناقص 2 س أكبر من 10. بنقسم على سالب 2 على سالب 2 عشان نتخلص من السالب 2. ظل عندنا س، احنا حكينا لما نضرب او نقسم على عدد سالب بنعكس اشارة التباين، فبصير س اقل من 10 تقسيم سالب 2 سالب 5. نيجي نمثلها على خط الأعداد. هاي السالب خمسة. طيب أصلا نيجي عندنا عند السالب خمسة مفتوحة، هاي دائرة مفتوحة لأنه ما في مساواة، ويا س أقل من السالب خمسة، هي الأقل من السالب خمسة كلها. إذا طلعت معنا هاي هي مجموعة الحل. نيجي للفرع الثاني. بنفس الطريقة قيل 3 س زائد 2 أكبر من أو تساوي س ناقص 6. طيب تذكر يا تاسع انه كنا نقول ننقل المتغير عند المتغير والعدد عند العدد. فبتصير عندنا 3 س هي هنزلة س، لما نقلناها صارت ناقص س، هي أكبر من أو تساوي ناقص 6، هي ناقص 6 نقلنا صارت ناقص 2 مرة ثانية. لاحظ عندي الثلاثة س هيها نزلت، السين نقلناها لما ننقل نعكس إشارة اللي نقلناها فصارت سالب س. عندي السالب 6 هيها نزلت، الموجب 2 بس نقلناها صارت سالب 2 لانه بس ننقل نعكس اشارة اللي نقلناها. نيجي نكمل، 3 س ناقص س تطلع معنا 3 س ناقص س 2 س ناقص 6 ناقص 2 ناقص 8 قسم على 2 على 2 تطلع معنا س اكبر من او تساوي السالب 4. س اكبر من او تساوي السالب 4. طيب نيجي يا تاسع على خط الأعداد. هاي السالب 4، عند السالب 4 مغلقة ولا مفتوحة؟ مغلقة. ليش مغلقة يا تاسع؟ لأنه في عندي مساواة، وحكينا إذا في مساواة بتكون دائرة مغلقة، وأكبر منه ولا أصغر من السالب 4؟ أكبر من السالب 4، إذا الأكبر من ضلنا رايحين اتجاه اليمين زي ما أخذنا في الحصة السابقة. طيب كيف بكون حلينا المتباينات ومثلناها على خط الأعداد؟
طيب يا تاسر، نيجي على مثال جديد. ليحصل طالب على تقدير ممتاز في مبحث ما، يجب ألا يقل مجموع علاماته في 3 امتحانات تعقد لهذا المبحث عن 270. يعني 3 علامات ليكونوا أكثر من 270، يجب ألا يقل. لاحظ هنا، يجب ألا يقل مجموع علامات 3 امتحانات عن 270. فهنا إذا راح يكون ألا يقل إذا أكبر من أو تساوي 270. طيب نكمل. فإذا حصل الطالب على العلامتين 93 86 في امتحانين، قدم امتحانين جاب الأول 93 والثاني 86، ما أقل العلامة يجب أن يحصل عليها هذا الطالب في الامتحان الثالث ليكون تقديره ممتازا؟ ليكون تقديره ممتازا ألا يقل عن 270. لاحظ نرجع لأول إشي، ليكون ليحصل الطالب على تقدير ممتاز ألا يقل عن 270، ليحصل الطالب على تقدير ممتاز ألا يقل عن 270. طيب إذا هنا لازم أقول له 93 اللي هي العلامة الأولى زائد 86 اللي هي العلامة الثانية زائد العلامة الثالثة نفرضها سين، نفرضها من عندنا سين، ألا يقل إذا أكبر من أو تساوي 270. وبنحلها 93 زائد 86 قديش بيطلع معنا الجواب يا تاسع؟ بيطلع معنا 179 زائد س اكبر من او تساوي 270 ناقص 179 ناقص 179 بيطلع معنا س اكبر من او تساوي 270 ناقص 179 91. وهيك بنكون خلصنا السؤال يا تاسع. طيب يا تاسع، نيجي على مثال جديد. أراد الشخص استثمار مبلغ 20,000 دينارا في مشروعين تجاريين معا، يدر الأول ربحا سنويا بمعدل 6% ويدر الثاني ربحا سنويا بمعدل 8%، ما أكبر مبلغ يجب استثماره في المشروع الأول بحيث يستثمر بقية المبلغ في المشروع الثاني ليكون إجمالي الربح على الأقل 1500 دينار؟ واحد مع مبلغ 20,000 دينار يستثمر في مشروع، في المشروع الأول مبلغ ويستثمر في المشروع الثاني بقية 20,000 دينار، يستثمر من 20,000 هذول يأخذ مبلغ ويستثمرهم في مشروع، في المشروع الثاني بقية 20,000 دينار بحيث إنه ينتجوا له المشروعين مع بعض ربح على الأقل 1500 دينار، يعني أكثر من 1500 دينار. والأول ربحه يدر الأول ربحا سنويا بمعدل 6% ويدر الثاني ربحا سنويا بمعدل 8%. طب احنا هم نقول نفرض المبلغ المستثمر في المشروع الأول سين. هسا هاي كل فكرة السؤال إنه أفرض إنه المبلغ هو بده ما أكبر مبلغ يجب استثماره في المشروع الأول، فإحنا نفرض المبلغ المستثمر في المشروع الأول سين. طيب وبنفس الوقت نفرض المبلغ، هسا المبلغ المستثمر في المشروع الأول سين، إذا المبلغ راح يطلع عندي المبلغ المستثمر في المشروع الثاني. ركز معي هنا هسه، احنا حكينا نرجع لهي الفكرة، ما أكبر مبلغ يجب أن يستثمره في المشروع الأول بحيث يستثمر بقية المبلغ في المشروع الثاني. يعني أنا معي 20,000 لاستثمر 5,000 في المشروع الأول، قديش رح استثمر في المشروع الثاني؟ 15. كيف يا أستاذ صاروا 15؟ 20,000 ناقص 5,000 15,000. طيب أنا معي 20,000 استثمرت في المشروع الأول 12,000، قديش تستثمر في المشروع الثاني؟
انت ايش ضل معي 20,000؟ 8,000 8,000 اللي هي 20,000 ناقص 12,000. فهنا المبلغ المستثمر في المشروع الثاني هو 20,000 ناقص سين، 20,000 ناقص سين. فهسا بقول له 6%. هسا نرجع للسؤال، هسا خلصنا من الفكرة العامة، نجي للسؤال. يدر الأول ربحا سنويا 6%، إذا 6% هاي 6 طلع علي 6%، هنا بكتبها 6 على 100 وريح راسك، ضرب سين زائد المشروع الثاني 8%، هاي 8% ضرب، لا تنسى 20,000 ناقص سين. هذول بدهم يحققوا لي ربح اكبر من او يساوي 1500 دينار. نيجي نشوف، طلع قيمة سين، 6 سين على 100، هاي 6 سين على 100 زائد، هسا هان أدخل 8% على القوس، مرة في هاي مرة فيها. فتصير عندي زائد 8% على 100 ضرب 20,000 ناقص 8% على 100 ضرب سين أكبر من أو تساوي 1500 دينار. طيب نيجي 6 سين على 100، هي 6 سين على 100، بس 8% ضرب 20,000 زي ما كنا نختصر، في عندي صفر بده يروح مع صفر وصفر بده يروح مع صفر، فضل عندي 8 ضرب 200، اضرب 8 ب2 هاي زائد، نزل الصفرين اللي ضلوا، هاي صفر صفرين، 8 ضرب 2 16، اذا هاي 1600 ناقص 8 سين على 100 اكبر من او تساوي 1500. طيب تاسع نكمل السؤال. هسا عندي ناخذ هاي مع هاي وبننقل ال 1600 هالجهة، شو بتصير عندي؟ ست سين على 100 ناقص 8 سين على 100 أكبر من أو تساوي 1500 ناقص 1600. ست سين ناقص 8 سين سالب 2 سين. ليش أنا عملت هيك؟ لأنه عندي المقام نفسه 100 100، فبقول له سالب 2 سين على 100 أكبر من أو تساوي 1500 ناقص 1600 سالب 100. فهنا احنا حكينا اللي ما له مقام بكون مقامه واحد، وأضرب ضرب تبادلي فبتصير عندي سالب 2 سين ضرب 1، هي سالب 2 سين. طيب
اكبر من او تساوي، هي اكبر من او تساوي 100 ضرب سالب 100، اول شيء موجب في سالب سالب، وعندي 1 10 تالا، 1 ضرب 1 1 و4 اصفار، هي 4 اصفار صارت عندي 10 تالا. قسم على سالب 2، قسم على سالب 2، السالب 2 مع السالب 2 بتروح، بضل عندي سين. لكن لا تنسى يا تاسع، احنا لما نقسم نضرب بعدد سالب او نقسم على عدد سالب نعكس اشارة التباين، صارت اقل من او تساوي. سالب مع سالب بتروح، 10000 تقسيم 2 5000. اذا هو بده اصلا طالب ما اكبر مبلغ يجب استثماره في المشروع الاول، والمشروع الاول سين احنا فرضناه. اذا اكبر مبلغ هو يجب استثماره في المشروع الاول، خلينا نتبعها كامل، اكبر مبلغ يجب استثماره في المشروع الاول 5000 دينار. يعني اكبر مبلغ 5000، يعني يا 5000 يا اقل من 5000، يا 5000 او اقل. وبهيك بنكون خلصنا هذا السؤال يا تاسع. طيب يا تاسع، نيجي على مثال جديد، اخر مثال بالدرس. عبر عن الموقف الاتي بمتباينه خطيه متغير واحد ثم حلها ومثل مجموعه الحل على خط العدد. عددان صحيحان فرديان متتاليان مجموعهما اكبر من او يساوي 68. هسه عددان صحيحان فرديان، العدد الاول هسه العدد الاول راح يكون عندي ما راح افرضه سين. ليش مين كل مره ليش ما راح افرضه سين؟ لانه سين عادي ممكن يكون اي عدد فردي او زوجي. لكن انا لما اجي اضرب اي عدد اثنين، اي عدد بالدنيا بضرب باثنين وبجمع له واحد، راح يطلع حتما عدد فردي. ليش حطيت 2 س زائد 1 يا استاذ؟ ليش حطينا 2 س زائد 1 يا تاسع؟ لانه مره ثانيه احنا بنحط س، ما بينا هل س عدد فردي، كيف نتاكد عدد فردي ولا زوجي؟ لكن احنا بنحط س العدد الاول 2 س زائد 1. هسه اضرب الس ضرب اي عدد فردي، يعني سواء زوجي ولا فردي، راح يطلع الناتج زوجي. وزوجي عدد زوجي زائد واحد، عدد زوجي زائد واحد راح يطلع عدد فردي. جرب اي عدد زوجي بالدنيا ضيف له العدد واحد راح يطلع عدد فردي، واي عدد في الدنيا سواء كان زوجي ولا فردي اضربه باثنين بيطلع زوجي. فزوجي زائد واحد طلع لنا فردي، فهيك انا تاكدت انه العدد فردي. طيب نيجي على العدد الثاني، هس هو بقول لي متتاليان متتاليان. هس احنا الخمسة شو بعديها؟ شو بعديها؟ العدد اللي بعديها اللي هو 7، ضفنا 2. السبعة شو العدد الفردي اللي بعديها؟ 9، ضفنا 2. التسعة شو العدد الفردي اللي بعديها؟ 11، ضفنا 2. فهان بقول له 2 س زائد 1 اللي هو العدد الأول زائد 2 زائد 2، فراح يطلع معي هذا ناتجه 2 س زائد 3. مرة ثانية العدد الثاني، هسا احنا اي عدد فردي في الدنيا الفرق بينه وبين العدد اللي قبلي اللي هو 2، فاحنا السبعة شو العدد الفردي اللي بعديها؟ 9، الفرق بينهم 2، فبنجمع 2 بتصير 9. التسعة شو العدد الفردي اللي بعديها؟ 11، اللي هي 9 زائد 2 صارت 11. 11 شو العدد الفردي اللي بعديها؟ 13، 11 زائد 2 صارت 13. ال 13 شو العدد الفردي اللي بعديها؟ 15، 13 زائد 2 صارت 15. فاحنا اخذنا العدد الاول مساوي 2 س زائد 1، اخذناه هيو زي ما هو 2 س زائد 1، وضفنا عليه الاثنين اللي هي العلقاء اللي حكيناها قبل شوي، فصارت 2 س زائد 3. طيب نرجع لسؤالنا، بقول لي عددان صحيحان فرديان متتاليان، هي طلعناهم مجموعهما اكبر من او يساوي 100، اكبر من او يساوي 68. فبقول له 2 س زائد 1 زائد 2 س
زائد 3 مجموعهما، هاي جماعة العدد الأول هيو، وهي زائد مجموعهما، هاي زائد، وهي العدد الثاني، وهي العدد الثاني مجموعهما أكبر من أو يساوي، هي أكبر من أو يساوي، هي أكبر من أو يساوي 68. حط 68. طيب 2 سين زائد 2 سين، احنا بنجمع المتغير مع المتغير والعدد مع العدد، فبتصير عندي 2 سين زائد 2 سين 4 سين، 1 زائد 3 4 اكبر من او تساوي 68، ناقص 4 ناقص 4 هاي مع هاي بتروح، بضل عندي 4 سين اقل اكبر من او تساوي 68، ناقص 4 64، قسم على 4 قسم على 4 الأربعة من الأربعة بتروح، بضل عندي سين أكبر من أو تساوي هي 16. فهنا العددين راح يكونوا كل الأعداد الفردية اللي أكبر من 16. طيب ومثل مجموعة الحل على خط الأعداد، هي حلينا سين أكبر من أو تساوي 16، فبنيجي نمثلها على خط الأعداد، هي خط الأعداد هي 16. طيب هسا سين مغلقة ولا مفتوحة؟ عند سين مغلقة ولا مفتوحة؟ مغلقة في مساواة، إذا هنا راح تكون دائرة مغلقة، دائرة مغلقة، وأكبر من أو تساوي 16 هاي فترة كل الأعداد الفردية اللي أكبر من 16. وهيك بنكون خلصنا هذا الدرس يا تاسع. طيب يا تاسع، قبل ما ننهي الدرس عندنا الواجب السؤال الثاني من تمارين المسائل صفحة 67 ألف وباء ودال وهاء وواو، وتدريب 2 إلى 13 صفحة 66، هذول بيكونوا معنا واجب للحصة القادمة، ونراكم في الحصة القادمة على خير إن شاء الله.